السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم جاي بكم جيش ثاني في المنطقة السابعة، وأمل إن شاء الله يحوز على إعجابكم. راح نبدأ نلعب بهالجيش ونشوف مدى القوة مالته، فنبدأ على بركة الله. الحقيقة هجم بالوجه والعملاق وانا رديتهم ان شاء الله. الان هجم بالهوغ رايدر والساحر، شايفين الهوغ رايدر كارت خطير طبعا. هذا هم كارت خطير، شايفين الاخذ لي كم ضربة من، شايفين اخذنا برج منه، شايفين تمكننا من اخذ برج منه. بعد نحافظ على الدفاع مالنا، هنا 16 ثانية بغيت. استطعنا نفوز عليه بكل سهولة. راح نلعب معركة ثانية، خلينا نشوف قوة الجيش. لا تستعجلون بالهجوم، شوف عدوك شو يدزلك. دز عملاق، قاعد العب على الطرفين الان. انا
استمر العب على الطرف الثاني، لا تملأ. الآن خلنا ناخذ البولت هذا، تمكنا من البرج ان شاء الله. الان ما نستعجل، نشوف الحركة مالته. بإمكاني أروح للبرج الثاني بس ما راح أستعجل، لأن راح أظل بوضع دفاع. أنا حتى البرج الثاني كان بإمكاني أخذه، لكن برج واحد كافي للانتصار. اهم شيء ما تستعجل، اخذت برج، ظل دافع. قمة المتجر. الآن وصلنا الساحة 8، وصلنا بالساحة 8، شايفين؟ راح ألعب بعد معركة ثالثة. ما استعجل، اشوف الكارت اللي راح العبه. بكل سهولة تقدر تاخذ البرج منه. اخذنا البرج، الآن نظل في وضع دفاعي. راح ناخذ البرج الثاني إن شاء الله. برج ثاني تم اخذه. لا 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 لا، هذا ما حسبنا حسابه. شايفين اذا ما تحسب الحساب، يعني نبيت الفالكري حتى تروح تهجم وظل البرج مكشوف.
اخذنا برجين كافي. خسرنا برج ما يخالف. انتهت المباراة وفزنا فيها. أهم شي ما تستعجلون، واعرف كارتاتك. شايفين الغلطة اللي سويتها؟ لعبت الفالكري وخليت البرج هذا مكشوف، ومع العلم يعني هذا كارت جاني. الاثنين هم ما عندي طبعا، اختار جاهزة. لعبت الفالكري وخليت البرج مكشوف، هاي غلطة، وانا متقدم برج واحد، فلا تغلطون الغلطة نفسها. كانت هاي رحلتنا اليوم، هو الجيش الثاني للمنطقة السابعة. الان وصلنا للمنطقة الثامنة. اللي يريد يتابعنا خلي يتابع. اريد انوه على شغلة، مو بس الجيش له دور، لا، انت عملك وطريقة القائك الكروت مالتك وانفعالك ولعبك لها دور اساسي في الربح. فلا يعني تستعجل، ودائما اعرف الكارت اللي تلعبه صح. حبايبي، القاكم في لقاء حبه وخير. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.